قول لي يابا ميلود، دابا الفلاحة كاينة ديال السقا كاينة ديال البور جوج. شنو هي ديال البور وشنو هي ديال السقا؟ واه ديال البور الرحمة من عند الله، هي اللي كنتسناو درك، هي اللي كنتسناو الله يرحمنا. و وديال السقا؟ وديال السقا راه دائما الماء ساقية غادية. دابا بحال هاد الزيتون خاصو الماء، وهذا الخرشف خاصو الماء، كله الماء، كلشي الماء. لما كان الماء خيزو الماء، كلشي لما كان لفت الماء، لما كان الماء ما كاين حتى حاجة، والو كلشي واقف على الماء، كلشي على الماء. احنا إذا ما شربناش الماء راه حنا واقفين. بصح نيت يا سيدي، قلتي لي رضات الوالدين حتى هي مالا إلا ما سقيتي ما كاين حتى حاجة. اللي بغى رضات والديه يسقيه هاكا، كلشي على الفلوس، كلشي على الفلوس. تهلا فيهم، واش غادي دير؟ خاصك تهلا فيهم وتعاونهم. إلا ما تهلايتي فيهم ما كاين حتى حاجة، واخا يكون عنده الفلوس ضروري ولا بدا. لا بدا، بحال هاد الشجرة، بحال هاد الشجرة، إلا عطيتيها تعطيك صافي وإلا ما عطيتيهاش تكرم والو، كتشحف. كلشي على الفلوس، كلشي على الفلوس اصاحبي، ما كاين حتى حاجه. المال يا الميال يا اللي ليه الناس ماله، ولا خطاك المال يسلموا عليك بالمعيور والدفال. كيفاش قلتي لي التاجر الى سرق؟ الى سرق يقولوا غلط، والمزلوط مسكين الى نفق يقولوا سرق. هاو ياسي، هذاك الى سرق يقولوا غلط، ومسيكين ديالنا المزوزط الى نفق يقولوا سرق. هي قال سيدي محمد البهلول، انا اعطاني الله الفهم، واللي سالني نفيدو، الرعاوين قواهم الله، والجواد اللي زرعهم خفف يدو. انا نبكي على سيد الرجال واخا يكون عدويا، واخا يكون عدويا، ما نبكيش على الرعواني، ما نبكيش على الرعواني، واخا يكون خويا، ما نبكيش على الرعواني، واخا يكون خويا، يكون خويا رجال اصاحبي، كلشي على الرجال. الرجال كيتفانوا بعقولهم، اي اللي قالك الجواد تخالص في عقولها، الجواد كتخالص في عقولها. كيفاش قلتي لي با ميلود؟ الكلام في الوجه صابون وفي الظهر طاعون. كيفاش؟ ايوا الا دوا في ظهرك طعنك، هاكا بنادم اللي بغيتي تصفي معاه الحسابات ايه، فوجهه واخا صعيبه ماشي واخا صعيبه. واللي بغى يقول الحق خصو يكون راكب، لا عود سريع. علاش؟ الا بغيتي تقول الحق قولوه هرب. صافي ماك. الكلمه في الوجه صابون وفي الظهر طاعون. بميلود كيقولوا الناس الاولين دخلتو للدار ياكل الطعام، كان اللحم وضربني بالعظام. ضربك انت ولا ضربني انا؟ هو ضربني انا اللي مدخلو. ها سرك سرك يا صاحبي. كيفاش الوالد دخلتو للدار ياكل الطعام، كان اللحم وضربني بالعظام؟ ايوا اش غادي نقول لكم؟ الناس حجر وطاو، هاك ما فيش الخير. لا علاش؟ رعواني. كيفاش رعواني؟ رعواني دخلتي للدار وكبرتي بيه، كبرت بيه ودخلته للدار، كان اللحم ولا ضربني بالعظام. ما صدقش. لا كاينين وموجودين معاهم، ولكن الناس كاينين، كاينين الرجال، كاينين الرجال وكاينين العاوي. اللي دير فيه 50 ريال يرد 1000، ايه ودير فيه 1000 يدير 2000. رانا تاير هاكا سيدي. وشتك انا وياك كنت جايب زريبه ديال الكيسان، وكاينين الوليدات والحباب دايرين فينا، خاصهم حتى هما يشربوا. بصح نيت ايه هاكا نشربوا انا وياكم. يلا سيدي، والوليدات يلا كب لهم تا. ويلا حنا اللي فيها اش يقولوا ليها؟ مزامزه شويه. دابا انتم اللي بغى الشي، ما كاين الخميس. الخميس ديال سيد العيدي. سيد العيدي حق سيد العيدي، ما انت غادي. صافي صافي. انت منين؟ انا من سيد العيدي. مش من ميضاء؟ اه مش من ميضاء. مزامزه اه. وين الدوار اش يقولوا لي؟ ولاد المنصر. وهذا الميضاء اللي فيه حنا قريطات. تبارك الله عليك. يلا راه سيدي هنا تاعي. بسم الله سيدي، خذ وليدي تعالوا.